in relation to what we talked about. But شاكرين للأستاذ عبد الله الدرازي والدكتور حميد. طبعا أنتوا في شيء يشفع لكم، أولا الدكتور حميد سميه وأنت من الدراز، وإن كان كل البحرين عزيز بس هالأيام الدراز لها وقع خاص. يعني أسبوعين أروح الدراز أنا، ما في مشكلة. اللي طرحته شيء انتقائي، يعني المؤسسة الوطنية الآن لما تحكي عن الحقوق الاجتماعية وبالذات حق العمل وحق السكن وحق التعليم، وقفست على الحق في الحريات الدينية، ما يبتصير لحق الحريات اللصيقة بشخصية الإنسان، الحقوق المدنية والسياسية، الحرية الرأي التعبير، علشان نقدر نتكلم في تكوين المؤسسة اللي خلى من أي جمعيات سياسية. كنا نريد الندوة هذه في جنيف أن تحاكي الواقع. إذا تكرمت لي، خلى المؤسسة من جمعيات سياسية، جمعيات أكبر جمعيات على أساس أن في المؤسسة يكونوا جمعيات سياسية، لابد من أن وفقا لمبادئ باريس. مبادئ باريس تقول لا، مبادئ باريس تقول المجتمع المدني ولا علاقة للدولة فيها، استقلالية تامة، هذه مبادئ باريس. لا لا لا. وأنا من قدم هذا المشروع بالكويت، وأنا من أقر الديوان الوطني لحقوق الإنسان في، ونتناقش معك فيه. المهم هناك حق الحياة، إنسان يبي يعيش على أرضه. اليوم لما تتطرق أستاذ عبد الله، حبيبي تطرقت على التجار بالبشر، بعلمك على جزئيتين، التجار بالبشر حريات دينية وبس. تسمح لي، هذا صلب موضوعنا. لا، انت تتحدث عن الحريات الدينية، بتحدث عن الحريات الدينية ولا التجار بالبشر؟ بس اوكي، بس التجار بالبشر انا خوفي انه يجي يوم من الايام اذا التوطين والتغيير الديموغرافي اللي قاعد يحصل بالبحرين، اخاف اللي يتاجر فيهم البحارنا من قبل اللي استوطنوا البحرين وتغيرت ديموغرافية البحرين. الحريات الدينية ماني طائفي. اذا ما كنت دولة لديك الامكانيات ولديك خطة تنموية وتحتاج إلى تجنيس عناصر وتستقطب الكفاءات لتكون قيمة مضافة في العملية التنموية على الرحب والسعة، ولكنك سحبت جنسيات شعب أصيل واعتقلته وحرمته من أبسط حقوقه، حتى وصلت لرئيس أكبر جمعية سياسية الشيخ علي سلمان. حريات دينية، علماء أصدروا بيان وإحنا عندنا نسخة من البيان، كل العلماء يقولون أنتم تمارسون الطائفية البغيضة في البحرين. أنتم سحبتوا جنسية أكبر مرجع إسلامي شيعي أستاذي اللي هو الشيخ عيسى قاسم. أستاذي العزيز، أنت تتحدث عن civil rights، يعني تتحدث عن economic and social rights، مش موضوعنا، out of context. We are here in United Nations and your situation is disaster situation. هذه روح تحكي هناك. وضعتكم مأساوي. روح تحكي هناك. قالوا احنا عندنا ندوة. وين ندوة؟ ندوة احنا الآن في 33 سيشن يا أستاذ عبد الله. اسمع لي حبيبي. أستاذ عبد الله، احنا في الدورة 33. تلتزم بموضوع الندوة أو نتكلم. وين نتكلم؟ بوادي آخر غير وادي الأمم المتحدة يا أستاذ عبد الله. سؤال ثاني.